المنظمة المغربية لحماية المال العام تستغرب وتتساءل بحرقة عن هذا التوجه الذي نادى به وزير العدل عبد اللطيف وهبي رجل القانون يا حسرة. هذا التوجه الذي يرمي إلى تكميم الأفواه، أفواه الجمعيات وأفواه المؤسسات التي تشتغل في إطار المجتمع المدني، هو في الوقت الذي كان لزاما عليه أنه يرفع المستوى ديال العقوبة ديال تبديد أموال عمومية والعبث بالمال العام للمغاربة، هو أراد أن يمنع هذه الجمعيات من مباشرة هذه المساطر في حق ناهبي المال العام، ولكن ما أعتقد بأنه سيصل إلى ما يفكر فيه، لأن الحقيقة الكبيرة هو أن المال العام للمغاربة يجب أن يحاط بالعناية اللازمة، ويجب أن نغل أيدي هؤلاء ناهبي المال العام على المال العام للمغاربة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.